بعد كل بزوغ شمس جديدة يأتي العم أبو سيف إلى محل عمله في دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، فيزاول أعماله اليومية التي عشقها بكل تفاصيله. والآن أعمل في مطبعة دار الكفيل للطباعة والنشر، والحمد لله وبفضله وصلت المطبعة الآن في أعلى مستوياتها بالطباعة والنشر وجميع الأعمال التي تطلب من الزبون أو من أي جهة إلى العتبة العباسية المقدسة. العم أبو سيف الذي كرس المزيد من سني عمره في هذا المكان منذ افتتاح الدار سنة 2013، إذ كان وما زال مهتماً بأدق تفاصيل معشوقته الجميلة. كيف لا يعشقها وهي التي أخرجت نفائس ورقية؟ كانت له معها قصص عشق تدرجت منذ أن كانت مادة أولية إلى أن رآها صورة ورقية زاهية، ومن أهمها كتاب الله العزيز الذي أشرفت على طباعته العتبة العباسية المقدسة. في بداية أول عملنا بالمطبعة المباركة طبعنا كتاب، أول كتاب طبع بالمطبعة كتاب أبو الفضل العباس عليه السلام، وكان من الكتب الثمينة والإنجاز العظيم، علماً أن الكتاب أرسل إلى سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث، قام بالشكر إلى دار الكفيل والصلاة ركعتين لأول منجز في دار الكفيل في طباعة كتاب أبو الفضل العباس عليه السلام. لا جدال في أن دار الكفيل لعبت دوراً جوهرياً في تأسيس قاعدة نهوض فكري وحضاري واجتماعي نوعي، إذ صاغ مساقات انهاض نوعي واستمر حافظاً لتاريخ النهضة ذاك بوصفه سجلاً باقياً لا تمحي سطوره الأيام بفضل ما أفرزته من منعكسات وفوائد، فهي أمدت الناس بقدرات مذهلة على نشر الثقافة وتعميم الفكر المتنور الذي وصل إلى بقاع العالم كله. من بركات أبو الفضل العباس تم طبع كتاب الله العزيز في هذه المطبعة المباركة، إضافة رفعنا شعار صنع في العراق. هذا الشعار الذي صنع في العراق من جميع الكتب المدرسية والسجلات، إضافة إلى الدفاتر المدرسية، إضافة إلى هاي، نعتبر أن هذا المكان هو بيت إن يجمعنا كلنا، وهذا البيت واقعا أن نحافظ عليه لأن هو به روحانية كذلك ببركات أبو الفضل العباس عليه السلام. هنا يتبادر في أذهاننا سؤال عن السر الذي يجعل العم أبا سيف وزملائه يعشقون عملهم على الرغم من الروتين اليومي الذي يمتاز به العمل الرتيب عادة. الإجابة تكمن في العمل على تحقيق عبارة صنع في العراق، وبجودة عالية وتحقيق اكتفاء، تميز ودعم ذاتي.